قبل ما ابدا الفيلم هقول لك وحشتنا يا صديقي. وللعلم جايب لك قنبله فلكيه حاجه مش عاديه. فيلم حاله من المتعه والاثاره والدراما والاكشن والتشويق التي لم ولن تراها الا عند العبد لله. كل اللي عليك في البدايه تصبر عليا علشان تستمتع بالنهايه الغير عاديه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بتشارلي اللي بيكون على الحلبه وخصمه نازل تخبيط في عظمه لحد ما بيقلبه على بطنه. بتنتهي الجوله الاولى زي ما بيقولوا له انت ليه سايبه يخبط في عظمك بالطريقه دي. بيقول لهم انا باجي كل يوم على الحلبه علشان اتضرب وكل ما بتضرب باخد فلوس اكتر. بيقول له يعني انت قصدك بتاخد فلوس علشان تخسر؟ بيقول له بالظبط. التاني بيقول له طب ما تخسر من اول ضربتين. بيقول له لا كل ضربه بسعر وكل ما اتضرب اكتر كل ما باخد فلوس اكتر. بيقول له انت بتعمل كده لحساب مين؟ بيقول له للراجل الاقرع ده. الجوله الثانيه بتبدا وابن الهرمه بيكمل فيه تخبيط بيتعب من كتر الضرب فيه. بيقول له كفايه كده انا مع الارض. بيقول له لازم نمثل الدور صح علشان الناس تصدق. بيقول له طماع ابن حرامي لازم تعمل كده علشان الفلوس يا ابن الحرامي. الكل هنا عارف ان ابوك حرامي يا ابن الحرامي. الناس بتقول له تافه يا ابن الحرامي يا ابن الحرامي يا ابن الحرامي. شالب يغضب فبيضطر يخرج الوحش اللي جواه. وها هو الوحش العنيف الولد المخيف البطل تشالي ابن الحريف. بينزل تخبيط فيها على الخفيف وهي واحده اثنين والثالثه بينزل به استربندش على الارض بالشفاه حنبله. الاقرع بيغضب وبياخد بعضه ويمشي زي ما يقولوا له يخرب بيتك مش هتقدر تخش الحلبه تاني. بيقول لهم مش عايز هو بيسيبهم ويمشي. وهو ماشي بيقول انا تشالي باسمي بالكامل تشالي مانهور شارما خريج جامعه بوسطين الاول على دفعتي ولكن دفعتي كلهم شغالين وانا الفاشل اللي فيهم. انك تلاقي شغل يكسبك فلوس هنا مش حاجه صعبه ولكن دي حاجه مستحيله. بيروح البيت وبيشغل قناه الاخبار. المذيعه دي بتقول خبر جديد اخيرا مسات البراق هيتعرضوا يوم راس السنه. هينتقلوا من بريتانيا الانطر واللي هتنقلهم حراسه خاصه واللي هيامن على المسات دي في دبي شركه شاليمار العالميه. يعني المسات دي هتكون في حمايه شاران جروفر اللي هيقول كلمته دلوقتي. وفعلا شاران بيرحب بيهم والصحفي ده بيقول له هل المسات دي فعلا هتيجي في دبي وهتخش الخزنه بتاعتك؟ بيقول له قبل ليله راس السنه المسات دي هتفضل في اتلانتس ليله واحده وهتكون في حمايه خزنه شاليمار خزنتي انا. بيقول له احنا سمعنا ان في ماسه من التسعه لوحدها ب 300 مليون دولار. بيقول له مفيش الكلام ده الماسه التسعه دي ورث من المغول ازاي هتجيب السعر ده بس؟ الصحفيه الثانيه بتقول له بس اليوم اللي هيوصل فيه الماسات الخزنه هتكون شغاله مسابقه الراس العالميه. بيقول لها بالظبط مسابقه الماسه هي اللي مولت مسابقه الراس السنه دي علشان كده الكاس هيكون مميز وعليه ماسات مزيفه نفس شكل الماسات الاصليين. صاحب الماسات بيقول له طبعا الكاس لوحده كلفنا مليون دولار لانه مصنوع من الذهب بالكامل. جروفر بيقول لهم اتمنى اكون جاوبت على كل اسئلتكم ولكن اللي ما يعرفوش ان في حساب قديم بينه وبين تشالي وجه الوقت علشان يصفيه. تشالي بيروح لجاك مش ده صديقي ده المخرج اللي مشغل جاك. المخرج بيوقف الشغل هو بيقول فين الزفت اللي اسمه جاك ده. زميله بيروح له جاري هو بيقول له الحق المخرج عايزك بسرعه ولكن للاسف جاك كان خبير متفرقعات في الجيش وفي واحده من ودانه انفجرت بسبب قنبله انفجرت جنبه ولكن ودنه الثانيه شغاله. زميله بيروح له الناحيه الثانيه هو بيقول له يا عم كلم المخرج. بيروح له وها هو الوحش العنيف البطل المخيف جاك ابن الحريف. بيروح للمخرج بيقول له التحمر انا قلت قنبله 2 3 4. بيقول له ما انا ضربت واحده 2 3. بيقول له فين الرابعه بقى؟ بيقول له مش سامعه. بيقول له اه نسيت انك وقعت من على حجر امك على ودنك وانت صغير. جاك بيغضب لان ما بيحبش حد يجيب سيره امه. هو ما بيغضبش الا لو حد جاب سيره امه. بيمسك الاثنين دول هو بيقول له ما تجيبش سيره امي تاني. بيستخبى في البنك هو بيقول له ليه؟ هي ام الهند وانا ما اعرفش. بيقول له هتغاب عليه وفعلا بيتغاب عليه. بيكسر اللوكيشن على اللي فيه هو بيكون خلاص هيضرب المخرج ولكن بيلاقي تشارلي في وشه بياخده معاها على البيت. وطبعا جاك بيكون عارف اللي عمله تشاران. بيقول له يعني خلاص هنقتل تشاران؟ بيقول له لا. بيقول له ازاي يعني مش عايز تقتل اللي دمر حياتنا كلنا وكان السبب في سجن ابوه؟ منهور ما كانش ابوك انت لوحده كان ابونا كلنا بقى لنا 8 سنين مستنيينه الفرصه واخيرا هي جت قدامنا. بيقول له يبقى نستغلها صح يا جاك. انا لو عايز اقتله كنت قتلته من زمان. انا بقى لي 8 سنين مراقبه زي ضله. لو كنت عايز اقتله كنت قتلته من 8 سنين فاتوا ولكن المده شويه عليه لازم يشرب من نفس الكاس ويطلب الموت ما يلاقيش اللي خلص عليه. بيقول له ماله اهم حاجه خلينا نبدا. بيقول له احنا بدانا ولكن لسه ما كملناش مش انا وانت بس اللي عايزين ننتقم لسه هنجيب تامي. وهو ده تامي صديقي عنده 50 سنه وكل النسوان بتحبه. كان شغال مع ابو تشالي في مصنع صناعه الخزان مع شنطه صغيره هتلاقي فيها اي حاجه وكل حاجه الا الفلوس. بيخاف من امه خوف ما يتوصفش. مش امه بس بيخاف من اي حاجه. امه بتقول له خد ال 22 روبيه دول هات لنا اكل وتعالى. بياخد الفلوس وهو ماشي بيشوف تشالي وجاك قدامه بيفرح قوي وبيروح معاهم على مطعم. بيقول له يعني انت عايز نكسر امان اقوى خزنه في العالم
ونسرق منها 9 مسات ما يتقدروش بثمن. بيقولوا بالظبط. بيقولوا طب سلام عليكم. جاك بيقولوا ما انا قلت لك ده فاشل وهيعطلنا. بيقولوا قصدك على مين فاشل؟ بيقولوا هو في مين غيره؟ بيقولوا هضربك بالقلم ابوظ لك ودنك الثانيه. قمر واحده امه وتخش عليه. بيقولوا انت فين يالا؟ بيتوتر وبينزل يستخبى منها تحت الترابيزه. وللاسف اما بيتوتر بيخش في حاله نعنشه وبياخد وقت علشان يفوق منها. جاك بيفوقه وبيقول لهم هروح انا. شالي بيقول له استنى دي فرصتنا الوحيده عشان ننتقم لصاحبك مونهار. شرن طلع براءه منها وابويا مرمي في السجن بقاله 8 سنين بسببه. بيفضل يعيط وبيقول له ابوك كان صديق عمري، انا وهو بدانا شغل سوا، انا مستعد اعمل اي حاجه علشان نجيب حقه. لو ابوك لسه بره كان زماننا شغالين معه ومعانا فلوس نصرف منها. بيقول له انا بكلمك علشان هنفتح شغل جديد سوا. من يوم ما صنعت خزنه شليمار انت وابويا محدش يعرف يفتحها غيركم انتوا الاثنين بدون الرقم السري في 22 دقيقه. بيسيبه يمشي. بيقول له على فين؟ بيقول له هجيب شنطتي يا عم. وفعلا مامته بترمي له هدومه في الشارع. بيقول له انا قلت لك جهزيها مش بهدليها. تامي بيودع نسوان المنطقه او بيسيبهم ويمشي. وهم في الطريق شالي بيقول لهم لسه هنجيب واحد تاني. بيقولوا له ليه؟ بيقولوا لان الخزنه فيها 3 مفاتيح الكترونيه، عايزين هاكر محترف. جاك بيقول له انت تعرف حد معين؟ بيقول له اكيد، رهان ابن اختك. وها هو الولد الرقيق الهاكر الانيق رهان، ملهوش لا صاحب ولا حبيب ومحدش اصلا بيرضى يصاحبه ولا بنت راضيه تقرب ناحيته، عكس زميله اللي على الدي جي كل البنات بتحبه كل البنات بتموت فيه. ولكن رهان ماشي بمقوله انا فيها اخفيها. بيشغل الجهاز بتاعه او بيبوظ لهم الحفله. الجارد بيعرف ان هو اللي عمل كده فبياخدوه بره يرموه. بيلاقي رجلين في وشه بيقول له ابوس ايدك ساعدني. ايه ده خالي؟ الحقنا خال. بيتر بيقول له هات الواد ده. بيقول له خده او بيسيبه ويمشي. بيقول له رهان تعالى روح امك. جاك بيسمع الكلمه دي او بيقول لهم عليه. شالي بيقول له بقول على امك شطوره. جاك بيغضب ورهان بيروح جري على شالي وبياخده بالحضن. وجاك بينزل تخبط في عظمهم ما بيشوفش حد قدامه. شالي بيبدا يشرح لرهان خطه امن الخزنه علشان يوقفها بالهاكر بتاعه. رهان بيقول له دي شبكه صعبه جدا. في الوقت ده اولاد الهرم بيتكتروا على جاك. رهان بيقول له الحق خالي يا تشالي. بيقول له جاك الواد ده بيقول على امك كان جورغان. بيغضب او بينطرهم من عليه بيخلص عليهم بالكامل. رهان بيقول لهم طيب انا هقدر اوقف كل حاجه الا البصمه اللي بتدخل على اوضه الخزنه، لازم نجيب بصمه الشخص ده علشان يفتحها. تشالي بيقول لهم صاحب البصمه هو ده. جاك بيقول له ده فيك ابن تشاران. وتامي بيقول له هو فيك تشاران. ورهان بيقول له ايوه هو. بيقول له يا عم الهبد ده ازاي هتجيبه يفتح لنا خزنه ابوه علشان نسرقها؟ بيقول لهم انا عندي الخطه وهجيبه لكم لحد هنا. وفعلا بيروح منطقه شعبيه او بيقول لهم هو ده ناندو شبه فيك ابن تشاران، اتعرفت عليه في حفله زي دي. كلهم بيقولوا له تسلم يا زعيم. وفعلا بياخدوه معاهم ولكن بيكون سكران طينا. بيقولوا له ازاي هتوصله وتخليه نسخه من فيكي؟ ده عيل فاشل. بيقول لهم يا جماعه افهموا من غيره مش هنعرف نفتح الخزنه، للاسف محتاجين لوش الفاشل ده. ناندو بيفوق او بيقول لهم انا مش فاشل وهجيب فلوس اعمل عمليه امي، ولكن الدكتور قال لي ما قدامهاش وقت كتير او بيطب تاني مكانه. شالي بيقول لهم امه عندها ورم في دماغها ومحتاجه فلوس علشان تعمل العمليه، وعد مني هتعمل العمليه لامك يا ناندو. وفعلا تاني يوم بياخدهم على مصنع ابوه القديم. تامي بيشيل القماش من على المكان وبيقول لجاك شايف يلا؟ وجاك بيقول له انا كنت جنبك شغال على المكنه دي. وانا كنت شغال على المكنه الثانيه يا صديقي. المهم تشالي بيقول لهم هنبدا من هنا من المكان اللي دمرنا فيه تشاران، هنبدا تدريبات علشان ندمره، يلا علشان هنبدا. بيقول له هنبدا ايه؟ بيقول لهم اكبر سرقه على مر التاريخ. بيروحوا معاه بياخدهم كلهم في الاوضه دي. ناندو بيقول له انت جايبنا علشان نسرق الدولاب ده؟ بيفتح الدولاب ولكن ده بيكون باب سرداب. بيقول لهم اهلا بيكم في خزنه شاليمار. وفي نفس الوقت تشاران بيقول للناس اللي هتجيب المسات عنده احب ارحب بيكم في اقوى خزنه في العالم شاليمار. شالي بيقول لهم اول حاجه هتقابلنا هي الجردات دي. تشاران بيقول لهم الجرد دول متدربين على اعلى مستوى، بيخلصوا على اي حد بيعدي من هنا وبعدين يعرفوا هو مين او كان عايز ايه. تشالي بيقول لهم وناندو الوحيد اللي هيقدر يعدي من الجردات دول. بيقول له يا سلام ده انا طب ساكت لو شفتهم من على بعد كيلو. بيقول له ما هم هيكونوا فاكرينك فيكي ابن تشاران. هات يا تامي الصوره. بيشوف الصوره بيقول نهار اسود ده نسخه مني بالظبط، ولكن انا ابويا ما راحش لندن قبل كده. تامي بيقول له ما هو ممكن ابوه هو اللي جه الهند. او بيسيبه ويمشي. تشاران بيقول لهم ده باب اوضه الخزنه مستحيل يفتح الا بصابع واحد بس وهو صابع ابن فيكي. فيكي بيخش عليهم وفعلا بيحط صابعه وبيفتح الباب. تامي بيقول لهم ازاي هنجيب بصمه فيكي ده؟ بيقولوا دي سهله، ولكن اللي مش سهل ازاي هنغير ناندو لفيكي؟ بيقولوا محتاجين معجزه. تشاران بيخش للخزنه وتشالي بيخش الخزنه التقليد. وتامي بيفتكر اللي كان وحبه للخزنه وهو مشارك في تصنيعها زمان. تشالي بيقول له اثبت مكانك في الخزنه الاصليه. تشاران بيقول لهم في شعاع قاتل بيدمر اي حد بيقرب منه وباسورد فكه بيتغير كل يوم. ناندو بيقول لهم ازاي هنعدي من الشعاع ده؟ تشالي بيقول لهم دي مهمه رهان. في الوقت ده تشاران بيحط الباسورد وبيوقف الشعاع وبيقول لهم واخيرا اخر باب وهو باب الخزنه ده شغال على 11 مليار ترس، يعني لو حد تخطى كل وسائل الامان دي وكان بالذكاء الفتاك ده ووصل للباب ده مستحيل يفك الباسورد ده. علشان يفك باسورد باب الخزنه محتاج 350 سنه علشان يفتح معاه. بيفتح باب الخزنه وبيقول لهم علشان تخرجوا من جوه قدامكم. تشالي بيقول لهم قدامكم 5 دقائق، لو ما خدناش المسات وخرجنا في 5 دقائق. تشالي بيقول لهم الباب
هيتقفل تلقائي. وفعلا بيقفل الباب على الراجل ده وشعاع بيشتغل تاني. الاكسجين بيسحب من الخزنه وشرام بيقول لهم يعني اللي هيوصل هنا غيري انا وابني ميت ميت، لان مفيش دخول ولا خروج من الخزنه الا من المدخل الرئيسي ده. شالي بيقول لهم في طريق واحد ومحدش يعرفه الا شرام. الخزنه دي تحت الارض ب 150 متر، وعشان المكان ده يدخل فيه الهواء في فتحه تكييف. انا وتامي هنخش من الفتحه دي، ونندو هيخش من الباب الرئيسي على اساس انه فيكي وهيفتح لنا الباب ده من جوه. نندو بيقول له هفتح لكم ازاي؟ بيقول له بالمفتاح المخصص ده، مفيش منه الا نسخه واحده بس. بيقول له انت جبت منين المفتاح ده؟ بيقول لهم بعد ما بيوصلنا على الخزنه ودخل السجن انا كنت بدات تخطيط للمشوار اللي احنا ماشيين فيه ده. سرقت المفتاح ده وصورت مخططات الخزنه كلها وهي بتركب. بيسقفوا له وبيقولوا له يخرب بيت دماغك يا جدع. تامي بيقول له طيب وانا وانت هنخش منين الفتحه دي علشان نوصل تحت في الخزنه؟ بيقول له مبنى الخزنه كله بقى سياح وبقى فندق كبير جدا، الفتحه دي موجوده في اوضه سي رقم 9. بيقول له خلصانه بشياكه، احنا هنروح نحجز الاوضه دي وننزل نخلص الموضوع ونرجع بالمسات على طول، مش كده ولا ايه؟ بيقول له بص هو الموضوع مش بالبساطه دي يا تامي، لان اوضه سي رقم 9 محجوزه لناس معينه في الوقت اللي هيكون فيه المسات في الخزنه. جاك بيقول له محجوزه؟ بيقول له بالظبط، ومن 6 شهور كمان. نندو بيقول له انا فهم، في فريق قبلنا حجز الاوضه دي وهيسرق المسات قبلنا، ما تقلقش انا هتعامل معاهم. بيقول له لا مش مستاهله، هو الموضوع مش كده يا نندو. روحان بيقول له طب ما تفهمنا يا عم. تامي بيقول له ولا شكلك مش مريحني، قول لنا مخبي ايه؟ بيقول لهم يا جماعه لا دي حاجه بسيطه، انا هقول لكم الاوضه دي محجوزه لمسابقه دبليو دي سي، فاحنا لازم نشارك في مسابقه الدبليو دي سي. بيقول له يا عم خنقتنا، والدبليو سي ده حمام ولا ايه؟ بيقول له يا عم لا الدبليو دي سي ده. بيقول له ايوه يعني انا ما فهمتش ايه هو. بيقول له يا عم لا ده الدبليو دي سي. بيقول له ايوه يعني ايه ده؟ بيقول له الدبليو دي سي مسابقه. جاك بيخبط على ودانه، وتامي بيقول له هو ودانه ضايعه، ولكن احنا بنسمع دبه النمله وبرضه ما سمعناش اللي انت بتقوله. بيقول له يا عم مسابقه دبليو دي سي. بيقول له ايوه ايه هو اللي ده؟ بيقول له ولا اتكلم بوضوح احسن لك. بيقول له مسابقه رقص عالميه ولازم نشارك فيها علشان ناخد الاوضه. بيقول له يا عم انت بتهزر، يلا بينا يا عم. هو بيسيبوه ويمشوا، بيخرج وراهم جاري وبيقول لهم ايه يا جماعه لعب العيال ده؟ تامي بيقول له انت كلامك كلام حمير، ازاي عايزنا نشارك في مسابقه رقص عالميه يا ريت محليه؟ يلا بينا يا عم. بيقول له يا عم استنوا، احنا كل اللي عايزينه بس نعدي الاختبارات المحليه، بعد ما هنعدي الاختبارات دي هنقدر نسافر دبي ونحضر المسابقه هناك، وكل اللي هنعمله هنهز هزه يمين وهزه شمال وتملينا ماشيين. بيقول له الكلام الفارغ ده هياكل مع الناس؟ بيقول له مش مهم ياكل، لان تاهيل المسابقه بالتصويت واللي هيزود لنا التصويت بتاعنا ده الوحش العنيد. روهان بيبص وراه بيقول له روهان انا بشاور عليك انت حبيبي، روهان اللي هيجيب لنا الاصوات من على الكمبيوتر بتاعه. بيقول له ليه ما قلتش كده من الاول يا عم؟ ايوه كده صح انا معاك يا ريس. جاك بيقول له احنا هنرقص ازاي؟ بيقول له يا عم دي بسيطه، هنجيب مدربين تعلمنا. وفعلا بيجيبوا مدربين كتير ولكن ما بيتعلموش اي حاجه، والمدربين بيسيبهم وتمشي، بيجيبوا اخرهم. وناندو بيقول لهم هنتصرف ازاي؟ المسابقه خلاص هتبدا بعد اسبوعين. ده بيقول له هنتعلم ازاي وانت بترقص وكانك بترقص في فرح امك؟ بيقول له احنا مين؟ احنا هنخسر بسببك يا ابو كرشي يا تخين انت. شالي بيقول لهم خلاص يا جماعه مفيش خساره، روهان هو اللي هيجيب لنا الاصوات. روهان بيقول لهم بس في مشكله بسيطه، قبل الاصوات عملوا مرحله اولى، جايبين المره دي لجنه تحكيم لاتنين جاحدين وهم اللي هيختاروا. بيجيب لهم فيديو، الاتنين بيقولوا احنا مش هنختار اي حد، لازم اللي نختارهم يكونوا محترفين. كوب كده قدامهم عقبه جديده، بيرموا اسهم عليهم. ولاندو بيقول له النبي استشيل وشي، وتشالي بيكون في منتهى الحيره. ناندو بيقول له ليه يا اسطى فارق معاك او موضوع المسات ده؟ ما نسرق اي حاجه تاني. تامي بيقول له احكي لهم، عرفهم اللي احنا عايزين نعمله. تشالي بيقول لهم دي قصه انتقامي، حرب المسات. تامي بيقول لهم انا وابو تشالي كنا شغالين سوا، سيبك من الشغل، كنا احنا الاثنين اكتر من اخوات. جاك بيقول لهم وما انا خسرت وداني في المتفرقعات، سبت الجيش واشتغلت معاهم. تشالي بيقول لهم احنا كنا شغالين في شركه تامين للمسات وكانت الدنيا ماشيه تمام، لحد ما دخل حياتنا تشاران جروفر، كان شغال في تسويق المسات الافريقيه. جه وطلب من والدي يصنع له اكبر واقوى خزنه في العالم. ابويا عمل مخطط الخزنه وقرر يسميها شاليمار. بدا شغل في الخزنه واستلف فلوس علشان يكمل المشروع، وبعد مجهود سنه شغل مرمطه وبهدله الخزنه خلصت، واول صفقه مسات دخلت الخزنه كانت ب 100 مليون. ولسه فاكر لحد النهارده كان يوم راس السنه، ابويا امن على المسات جوه الخزنه وقفل الخزنه وكان خلاص ماشي، ولكن جروفر صب كاس وحط له فيه حبايه مخدر وقال له خلينا نحتفل براس السنه، انت ليه مستعجل؟ بيقول له ما ينفعش اشرب في مكان الخزنه، ممكن اسكر ودي فلوس ناس. بيقول له عارف، هو ما حدش هيقدر يفتح الخزنه دي غيرك، اشرب يا عم اشرب اشرب وخلينا نحتفل. بيشرب وبعد نص ساعه بيكون شايف كل حاجه ولكن ما قدرش يتحكم في جسمه. شان جروفر بياخده على الخزنه وبيخليه يفتحها بايده، بياخد المسات وبيروح يبلغ الشرطه، وكمان رفع قضيه تعويض علشان ياخد تعويض من منهار. وطبعا ابويا ما كانش حيلته اللضا، دخل السجن واتحكم عليه بمؤبد، حطوه في سجن انفراد، ممنوع اي حد يقابله وممنوع يشوف اي حد، ممنوع يشوف ابنه. وانا اتمنعت اشوف ابويا. ساعتها
جاك وتامي ما قدروش يستحملوا اللي حصل، سابوا المدينه ومشيوا، وانا فضلت عايش وحيد، واللي دمرنا عايش بفلوسنا سعيد، وبقى صاحب مؤسسه شاليمار العالميه اللي ابويا صنعها بايده. ناندو بيقول له ابن المحظوظه، بيقول له الحظ كلب مسعور، ممكن في اي وقت يخلص على صاحبه، وجروفر لازم يشرب من نفس الكاس اللي شرب ابويا منه. ناندو بيقول له انت بتعمل كل ده علشان ابوك، ليه ما قلتش من الاول؟ انت لو بتعمل كده علشان ابوك فانا هعمل كده علشان امي. انا عايز ابوسك يا اسطى. بيقول له انت اتجننت يا ناندو؟ لا طبعا مش هينفع. بيضحكوا عليه، بيقول لهم ما هو ده مش عادل، انا تاثرت، وبما اني تاثرت لازم اجيب لكم اللي هيخليكم في الرقص محترفين. تعالى يا اسطى معايا. بيقول له ما تلمسنيش. هنروح على فين؟ بياخدوا على قدر يا صديقي، على الوزه اللولبيه، الحته الطريه مهني. بتخلص رقص وناندو بيروح يتكلم معاها، بتقول له انت اتجننت؟ مش هروح اعلم حد انا، انا عايز افضل شغاله في البار لحد ما اجمع فلوس وافتح مدرسه تدريب رقص للاطفال عشان اكسب ثواب من الصنم اللي احنا بنعبده. ليه يا روح بتعبدي طبال؟ المهم ناندو بيقول لها يعني مش هتيجي؟ بتقول له مش هروح. ويلا غور من وشي يا رمه من هنا، وبترميه بره. بيقول لها انا غلطان لاني جبت لك شغل. شالي بيقول له بالانجليزي خلاص ما تضغطش عليها وسيبها خالص براحتها. مهني بتدوب في جماله وفي كلامه لانها بتحب اللغه الانجليزيه، وللاسف ما بتعرفش تتكلم انجليزي. شالي بيمشي، بتقول له ولا هو الواد ده بيتكلم انجليزي على طول؟ بيقول لها اكيد، ده تهجين امريكي اصلا. بتقول له طيب وهو هيكون معاكم في الفريق؟ بيقول لها اكيد، ده قائد الفريق اصلا. بتقول له طيب سيب لي العنوان واستنوني بكره الساعه 8 الصبح. بيسيبها وبروح جري لتشالي، وهي بتروح قدام المرايه وبتقول تشالي، ده حتى اسمه بالانجليزي. وفعلا تاني يوم الصبح بيكونوا مستنيينها، وتشالي بيقول لهم تحذير، البت دي اياكم تعرف عننا اي حاجه، هي مجرد واحده جايه تعلمنا مش اكتر. في الوقت ده بتخش عليهم مهني، تشالي ما بيكونش شايفها وبيكمل كلامه، بيقول لهم من الساعه 8 لحد ما نخلص نعتبرها المعلمه بتاعتنا، بعد ما تمشي ولا نعرفها. جاك بيرفع ايديه، بيقول له انا عارف يا جاك، عارف انها رخيصه وبتلبس هدوم قصيره علشان ترقص قدام رجاله رخاص زيها بالظبط. تامي بيرفع ايديه، بيقول له عارف يا تامي، بس احنا هناخد مصلحتنا ونرميها زيها زي اي كلبه في الشارع، ولكن لازم في وجودها نحترمها. ناندو بيبص له، بيقول له حتى انت يا ناندو لازم تحترمها لانك انت رخيص زيها. روحان بيقول له طب كفايه لانها هنا من الصبح. بينصدم وما بيكونش عارف يودي وشه فين منها. بيقرب لها، بتقول له ما تقولش اي كلمه، انا بقالي سنتين برقص في البارات، محدش حاسسني ان رخيصه زي ما انت حسستني دلوقتي. بتسيبه وتمشي. بيروح وراها جاري، ناندو بيقول لها اعتذر لها بالانجليزي، وفعلا بيقول لها استني بس، انا اسف جدا بجد اسف، انا كنت عايزهم يحترموكي مش اكتر. بتقول له ازاي هيحترموني وانت نفسك مش محترمني؟ بيقول لها مين قال كده؟ بالعكس انا بحترمك جدا، كل اللي قلته ده كان كلام مش اكتر، علشان الشباب يبعدوا عنك وما يقربوش ناحيتك ولا يزعلوكي في اي حاجه، ولكن في الحقيقه انت رقاصه محترفه جدا، ولو كلامي غير كده ايه اللي يجبرني اجيبك هنا واتعلم منك؟ انا ما شفتش في جمالك ولا حلاوتك، عندك اتنين كبار قوي، قصدي يعني عينيكي كبيره قوي بدوب فيهم، انت بالنسبه لي فرصه مستحيله اعوضها. بيثبتها بالكلام وفعلا بترجع معاه، بتبدا معاهم تدريب من نار، وتقدر تقول الحب ولع في الدار يا صديقي. بتجهز لهم هدوم المسابقه وفعلا بيلبسوها، وبيجي يوم اول اختبار بيلبسوا وبيروحوا على هناك، بيكون في فرق كتير جدا، والفريق اللي جوه في الاختبار بيطلع مرفوض. المذيع بيقول مستحيل، اللجنه لحد دلوقتي ما قبلتش ولا فريق. جاك بيقول لهم نهار اسود، الفريق ده من احسن الفرق في الهند واترفض. تامي بيقول لهم احنا مستحيل نتقبل. بيقولوا فريق المسات يخش جوه، وفعلا بيخشوا جوه وبيقدموا عرض قدام اللجنه زي الزف. اللجنه بيشوفوا العرض وبيكونوا في منتهى الدهشه، بيقولوا لهم ايه الهبد ده؟ انتوا ازاي جات لكم الجرأه تيجوا هنا اصلا؟ شالي بيقول لهم يعني ما عجبكمش العرض؟ ده حتى ده كله احنا متعلمينه منكم، قصدي يعني انا شفت لكم فيديو خاص كده عجبني، شوفوا كده وقولوا لي ايه رايكم. اللون الوردي هياكل منك حته يا باشا، وانت قرايتك منوره في الفيديو. هي مراتك شافت الفيديو ده؟ انا بفكر اديه لمختار كوكلي ينزله على القناه بتاعته على اليوتيوب. بيقولوا لا وحياه امك. بيقولوا تمام. طب ايه رايك في العرض بتاعنا؟ بيقولوا له جامد. بيخرجوا فرحانين، والمذيع بيقول مستحيل، ازاي اتقبلوا؟ اكيد الحكام دول ما اختاروش صح، ولكن ما تقلقوش، ده صوتكم هو الامل الاخير ان الفريق ده ما يروحش دبي وممثل الهند في المسابقه. وفعلا بيجي يوم العرض، والمذيع بيقول واخيرا العرض الاخير لمسابقه دبليو دي سي. قواعد المسابقه بسيطه، في خمس فرق هيقدموا عروض، انتوا هتصوتوا للفريق المناسب، واكبر عدد اصوات لاي فرقه من الخمسه هو اللي هيسافر دبي وهيمثل الهند في البطوله العالميه هناك. مهني بتقول لهم سبع دقايق، ولازم كل واحد فيكم يركز ويرقص بقلبه ويطلع الغزيه اللي جواه، صدقوني لو رقصنا من قلوبنا هنكسب قلوب الهنديين وهنسافر للمسابقه العالميه. كلهم بيتاثروا وبيخرجوا بره على المسرح، بيعملوا بكلامها وبيقدموا عرض زي الزف. الناس بتاخدهم بالشباشب وبيخرجوا جري لبره. المذيع بيقول لهم اهدوا خلاص، بتهدوا يا عم. الناس بتهدى، بيقول لهم انا مقدر مشاعركم، ولكن اللي هيحكم وينفذ رغبتكم التصويت. كل واحد يخرج تليفونه ويصوت للفريق الافضل بالنسبه له، وفعلا كل واحد بيمسك تليفونه وبيصوت للفريق اللي عايزه. شالي وباقي الرجاله بيروحوا جري لروهان وبيقولوا له ايه الاخبار؟
النار. بيقول لهم في اخر لحظه غيروا سيستم التصوير، لسه بحمل السيستم الجديد، معلش بس هياخد حبه وقت. ناندو بيقول له انت وجهازك متخلفين. جاك بيقول له انا هكسره لك لو ما عملتش اللي عليك. شالي بيقول لهم جيس قدامنا دقيقتين والا مش هتتقبل الاصوات بتاعتنا. تامي بيقول لهم ازاي وثقنا في عيل عره زي ده، روحهم بيكون شغال من النار. عمر واحده بيقول لهم شباب خلاص خلص. بيقولوا له ايه ده؟ بيقول لهم الاصوات هترفع. شالي بيقول لهم يلا بينا. بيخرجوا قدام الشاشه والمذيع بيقول لهم الفريق الاول هو فريق الملائكه والفريق الغريق رقم 5 هو فريق المساء. شالي بيكون في منتهى الاحباط، ولكن مره واحده المذيع بيقول ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ فريق المساء الاصوات بترفع عليهم بشكل مش معقول، بقوا المركز الرابع. لا 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 بقوا المركز الثالث. لا مش معقول، بقوا المركز الثاني وفريق بسيط عن المركز الاول واللي قدامنا 10 ثواني بس. خلينا نعد مع بعض 9 8 3 2 1 والفايز هو فريق مستحيل، فريق المساء هو اللي كسب. وفعلا صديقي فريق تشالي هو اللي بيكسب وبيسافروا على دبي. كل فريق من فرق العالم بيجي بالباص الخاص بتاعه، وقاده الفريق الفرنسي بتقول للمذيع احنا اللي هناخد الكاس. بيقول لهم طب هتعملوا ايه مع الفريق الكوري اللي خدها السنه اللي فاتت؟ ومره واحده بيحضر الفريق الكوري. المذيعه الهنديه بتقول الفريق ده غريب جدا، فريق ما عندوش روح رياضيه، بيمشوا زي الروبوت. ومره واحده بيحضر الفريق الهندي في المكان بتاكس ولا كانهم رايحين مصيف في جمصه. شالي بينزل من العربيه والجمهور الهندي بيرحب بيهم ترحيب زي الفل، بيكونوا عايزين يتخانقوا مع الناس ولكن شالي بيهديهم او بيدخلهم جوه. تامي بيروح للمضيفه وبيقول لها عايزين اوضه، بتقول له مفيش يا عمو. بيقول لها عمو مين؟ انا اصلا انت مش شايفه ولا ايه؟ شالي بيتدخل في الموضوع وبيقول لها احنا فريق الهند عايزين اوضه. بتقول له تمام انا لوزا. جاك بيقول لها موزه انا بحب الموز وباكل من 10 ل 15 موزه في اليوم. تامي بيقول له بتقول لك لوزا مش موزه، امشي هتفضحنا. وفعلا بياخدوا الباسبورات ولوزا بتروح جري وراهم. بتنده لتشالي وبتقول له خد دي دعوه حفله هيعملها تشارانجو روفر النهارده، هتيجي؟ بيقول لها اكيد. والبت وقعت في حبه من غير مواعيد. ناندو بيروح بسرعه يوقف الاسانسير بيلاقي فيه الفريق الكوري، بيقول لهم وسع عدد صيني منك له لان هيركب فريق المحترفين الهنديين. تشالي بيقول له دول كوريين. بيقول له يا عم كلهم شكل واحد بيختلف بس اسمائهم. بيركبوا الاسانسير وتشالي بيقول للواد الصغير بالكوري ازيك عامل ايه؟ بيقول له تمام. بيقول له اسمك ايه؟ بيقول له عرور. القائد بيقول لهم ممنوع الكلام. تشالي بيقول له هو ليه جد قوي كده؟ بيضحك. القائد بيقول لهم امنعوا الضحك. ناندو بيقول له هو بيقول ايه؟ بيقول له بيقول ممنوع الضحك. كلهم بيضحكوا وبيحرقوا دمه. بيطلعوا فوق. تامي بيقول له احنا بجد هروح الحفله دي؟ بيقول له هروح احنا الاربعه انما ناندو ومهني مش هيروحوا معانا. جاك بيقول له طيب ناندو مش هينزل علشان فيكي؟ طب ومهني؟ مهني بتحضر في المكان وتشالي برضه ما بيكونش شايفها. بيكمل كلامه هو بيقول لهم علشان مهني هتنزل بلبسها وشكلها العره هتفضحنا قدام الناس، وانتوا عارفين طبعا رقاصه رخيصه زي دي هتفضحنا. بيقول له مش هي وبس، حتى الواد ناندو زباله وسكير زيها بالظبط. روحهم بيقول له اسكت بقى هي وراه. بينصدم وناندو بيقول له بقى انا سكير؟ مهني بتقول له انا مش زعلانه كويس، كل ما بنسى بتفكرني، اصحوا الساعه 9 علشان نتدرب. هو بتسيبهم وتمشي. جاك بيروح وراها هو بيقول لها ما تزعليش منه. بتقول له ما تحاولش تخفف عني بكلام فارغ. بيقول لها ابدا والله، ولكن انا وتشالي متربيين سوا، هو كده من زمان ما بيعرفش يتكلم مع اي بنت، اول مره يكون معجب ببنت. بتنصدم. بيقول لها بالظبط، هو بيحبك ولكن مش عارف يعترف لك بحبه زي ما انت شايفاه غبي حبتين. بتضحك. بيقول لها بس لازم تفجريه بقنبله. بتقول له ازاي يعني؟ بيقول لها هقول لك. بالليل الحفله بتبدا والفرقه كلها بتنزل الحفله. تشالي بيقول لهم هو ده فيكي، لو سكر ناندو جه معانا وشافه كان زمانه بيقول ناندو بيحضر. اه بيقولوا نهار اسود ده شبهي بالظبط يا اسطى. تشالي بيقول له انزل يا ابن الهرمه تحت هتفضحنا. في الوقت ده الكل بيكون سكوت لان ملك الهند هتعدي وتفوت. تشالي بيركز معاها وبيشرب الكاس في عينيه. مهني بتروح لتامي وجاك بتقول لهم ايه رايكم فيا؟ بيقول لها باربي يا ناس. تشالي بيروح عليها وفيجي كمان بيروح عليها. بيقول لها ازيك يا عسل. بتكون فاكراه ناندو. بتقول له ايه اللبس الحلو ده يا عره؟ بيقول لها ممكن نرقص سوا. بتروح معاه وتشالنج روفر بيحضر في المكان بيسلم على كل الفرق. وتامي بيقول لتشالي اهدى مش عايزين نبوظ الدنيا. ليلى بتقول لجروفر فريق الهند هنا يا ريت تروح ترحب بيهم. بيبص لهم بقرف او بيشاور لهم من بعيد. تشالي بيروح له وبيقول له يا كبير ما جيتش رحبت بينا زي باقي الفرق، ده احنا حتى اولاد بلد واحده. بيقول له كفايه الناس مرحبه بيكم. بيقول له احنا كده الهنديين ما نحبش بعض وما نعرفش بعض بره بلادنا ونفضل الغريب عن القريب، ولما نكون اصحاب سلطه نستخدمها ضد اولاد بلدنا زي الكلاب. المساعد بتاعه بيقول له الزم حدودك. جروفر بيقول له سيبه، دول مهما كانوا ضيوفنا حتى لو هيخسروا من الجوله الاولى لاني انا واثق في فشل الهنود سواء كانوا في التمثيل او في المسابقات الكبيره اللي زي دي. الناس هنا بتراهن على مين يكسب، انا هراهن ان فريق الهند هيخسر من اول جوله. بيقول له صدقني على قد ما انت مبسوط اننا هنمشي ولكن بمجرد ما نمشي انبساطك هيتحول لانهيار، واللي يشهد على كلامي ده الفتى الجبار مختار. بيقول له انت عارف ايه اللي مزعلني؟ ان من وسط مليار ونص هندي اختاروا الاشكال العره دي علشان تيجي هنا وتمثل الهند. بيقول له اقسم لك احنا كفايه علشان نخلص المهمه. هو بيسيبه ويمشي. بيفضلوا يغنوا ويرقصوا وبيحرقوا في دمه. تاني يوم الصبح تم
الخدم بيقول لهم المسات هيوصلوا بكره الخزنه. روهم بيقول لهم مهمتنا سهله وبسيطه، هنبدا من غرفه سي 9 والمشكله ان الاوضه دي محجوزه لفريق تاني، ولكن انا غيرت السيستم وخليت الاوضه سي 9 للفريق الهندي اللي هو احنا. جاك بيقول لهم هنخش المسرح نعمل العرض، هنحنكش حنكشتين ان ضربنا بالفواكه وهنرجع الاوضه تاني. تامي وتشالي هيفتحوا فتحه التكييف، وروهان هيتصل بفيجي وهيقول له تعالى الخزنه في مشكله هنا، هيصدقه وهيروح جري هناك زي الخروف. هيكونوا مستنيه اتنين منقبين اللي هم جاك وناندو، هيريحوه بحقنه في كتفه، هيطب ساكت مكانه، هياخدوا بصمه صباعه، وبعد ما ياخدوا البصمه ناندو هيلبس لبسه، هيروح عند الجارد بكل سهوله وهيفتح باب اوضه الخزنه. بعد ما يخش الخزنه هيفتح بالمفتاح اللي اداهوله تشالي مربع التكييف، وهينزل منه تامي وتشالي. في الوقت ده روهان هيفصل غلاف الليزر بالكمبيوتر بتاعه، وتامي بكل سهوله هيقرب عند حب حياته ويفتحها بكل سهوله، ويدي المسات على طبق من ذهب لتشالي. روهان بيقوله بس في حاجه احنا نسيناها يا ريس. طب انت هتخش الخزنه بمساعده ناندو، هتخرج ازاي وسط الجارد؟ تامي بيقوله هنخرج زي ما دخلنا. تشالي بيقوله مش هينفع لان فتحه التكييف نازله تحت 150 متر، يعني مستحيل هنعرف نطلع المسافه دي تاني، وطبعا لو خرجنا من الباب العادي الجارد هيشوفونا. روهان بيقولهم لو ما خرجتوش في خلال 5 دقايق الخزنه هتتقفل والاكسجين هيتسحب منها وهتموتوا. تامي بيتخيل الوضع، بيقول لهم انجز يا بروفيسور هنخرج ازاي من الخزنه. تشالي بيقول لهم دي مهمه جاك. تامي بيقول لجاك هتخرجنا ازاي، بيقول له مالكش فيه ده سر المهنه. تشالي بيقول له خلاص ما تقلقش سيب الموضوع ده لجاك، هو عارف ازاي هيخرجنا. انتوا الاثنين بقى قولوا لي ايه اللي هيحصل. بيقولوا له بعد ما نخلص هنفضل زعلانين قوي وهيخشوا علينا ويقولوا لنا فريق الهند انتوا خسرتوا، ساعتها بقى هناخد المسات ونكون في المطار وفي طريقنا للهند. بيقول له طيب هتعدي ازاي في المطار من التفتيش بالمسات؟ بيقول له هيخشوا يفتشوني والمسات هتكون في كوبايه العصير دي. بيبص حواليه بيلاقيهم كلهم تحت رجليه، بيقول لهم خلاص يا اولاد قوموا دي كلها حاجات بسيطه، ابويا زمان كان بيقول لي خد الموضوع ببساطه لو راحت للخياطه. يلا بقى علشان نروح نتدرب. بيروحوا مكان التدريب والفريق الكوري بيكون مولع هناك، بيتفرجوا عليهم والقائد الكوري بيدربهم وبيرفع الواد الصغير لان ده بيكون فينش العرض، ولكن الواد بيقع من على الهرم على المرتبه. القائد بيقول له انت هتبوظ لنا العرض، هو بيكون خلاص هيضربه، ولكن تشالي بيمسك ايديه، هو بيقول له بالراحه عليه ده حته عيل صغير، بيقول له انت مالك، بيقول له ما تمدش ايديه، بيقول له ده فريقي وده اسلوبي، بيكسر له النضاره. تشالي بيخش عليه ولكن ابن الهرم بيديها له الناحيه الثانيه بيجيبه على الارض. زمايله بيقولوا له انت كويس، بيقول لهم كويس ولكن النضاره اللي بحبها اتكسرت، هجيب واحده ثانيه استنوا. انت قاعد يا كوري النضاره بتاعتي، بيخش عليه بيلف ولا في الكنافه بيطير نضارته، بياخدها من الهواء على عينيه ولا شايف حد حواليه. ايه يا ابني انت هتعيط؟ غلبان ما يعرفش احنا معانا مين؟ تشالي ابن الكدابين ارجع على. ولكن ابن الهرم ما بيكونش سهل خالص، بيجري منه وتشالي بيجري عليه، بيرجع عليه بركله مزدوجه خلفيه بيجيبه على الارض. تفتكر ان تشالي هيسكت له يا صديقي؟ لا والله، بيخش عليه تخبيط لولبيه هو سال علشان الكوره في ملعبي. ابلع على، بياخد واحد على الطير بيركنه على فندينا، لا تقول لي 90 ولا 50، احنا بنحط على اللي يجي علينا. بيكون هيسيبه ويمشي ولكن ابن الهرم بيمسك العصايه دي وهو بيقول له العركه لسه ما خلصتش يا زلفه، بيخش عليه وابن الهرم بيكون محترف بيها. جروفر بيحضر في المكان، المساعد بيقول له احنا لازم نوقفهم، بيقول له لا الجوله اللي هتبدا في المسابقه خلي فريق الهند قصاد فريق كوريا. بيقول له يا فندم فريق كوريا هو المترشح للبطوله ولكن الهند في المركز الاخير، بيقول له اعمل اللي بقول لك عليه. في الوقت ده الكوري بيكون مسيطر على تشالي وبيرميه بره حدود امان البر، بيخرج علشان يكمل عليه وفعلا بيخبطه وبيكون خلاص هيقع لتحت، ولكن تشالي بيلحق نفسه في اللحظات الاخيره. ابن الهرم بيخبطه بيرميه لتحت وبيكون خلاص هيقع، ولكن بيلف على الحديده دي وبينزل واقف على رجليه. ابن الهرم بيروح جري عليه ولكن بيديله واحده وبيكون خلاص هيوقعه، ولكن بيمسك ايديه. الكل بيقول له سيبه سيبه علشان يعرف قوتها. يسيبه ازاي؟ ما هو لو مات مش هيعرف حاجه خالص. المهم تشالي بيمسك ايديه وما بيسيبوش يقع، وفعلا بالليل بتبدا المسابقه. المعلقين بيقولوا ازاي يكون في دور قبل النهائي، المكسيك هتقابل روسيا، بينزلوا رقص قصاد بعض. امه هني بتجهز الفريق وفعلا بيجهزوا وبيروحوا على المسرح، بيكون قصادهم الفريق الكوري وقائد الفريق الكوري حالف ليخرجهم. المذيع بيقول واخيرا المواجهه المنتظره، الفريق المرشح الاول للمسابقه فريق كوريا والفريق الثاني فريق بلدي وبلد السيد جروفر فريق الهند. بتبدا الجوله والفريق الكوري بيبدا بدايه محترفه، الفريق الهندي كالعاده بيقدم عرض زي الفل وكل اللي بيعملوه بيستفزوا جروفر، ولكن في نهايه الرقصه تامي بيتوتر وبيخش في الحاله اللي بيخش فيها، بيسندوه وبيستغلوا الحركه والغريب انها بتعجب الجماهير. اما الفريق الكوري بيعمل الهرم بتاعهم والقائد بيطلع الواد فوق الهرم، ولكن للاسف الواد بيزحلق وبيكون خلاص هيقع على الارض على الازازه دي. تفتكر انه هيقع يا صديقي؟ لا والله، تشالي بيسيب عرضه وبيروح جري على الواد، بيضرب الازازه برجليه وبيتلقى الواد عليه. الجمهور كله بيسقف لتشالي والواد بيقوم زي الفل ما فيهوش اي حاجه، الكل بيهتف باسم الهند وباسم الولد المنقذ تشالي. مهني دموعها بتنزل وبتسيبهم وتمشي.
شالي بيروح جري وراها وبيقول لها انا اسف انا السبب في تدمير العرض. بتقول له بالعكس انا مبسوطه قوي من اللي انت عملته، احنا خسرنا ولكن كسبنا قلوب الناس. روهان بيخش عليه وبيقول له خد ده مفتاح اوضه سي 9. بيقول له تمام. بتقول له هتروح فين انا هاجي معاك. بيقول لها لا مش هينفع لان الشباب الشباب كل واحد فيهم بيتهرب. شالي بيقول لها مش هينفع تيجي معايا لاني هقعد مع لوزا. بتقول له لوزا. بتخبطه وبتسيبه وتمشي. وفعلا بيروح اوضه سي 9 بيجهزوا عدتهم وبيبداوا المهمه. روهان بيكلم فيجي وبيقول له في مشكله في الخزنه. جاك وناندو بيكونوا مستنيينه في الاسانسير. وفعلا فيجي بيحضر وبيكون خلاص هيخبطوه بالحقنه، ولكن بيجي له تليفون بيقول له المسات هتوصل النهارده يا فندم. بيقول لهم لا الخطه اتغيرت، ابويا هيسافر النهارده وهيجيب المسات في يوم نهائي البطوله. شالي بيقول لهم استنوا الظاهر ان المسات مش هتيجي النهارده. فيجي بيقول لهم ايوه هتتاخر علشان الاوراق والدوشه بتاعه الجمارك دي، ابويا لازم يروح يخلص معاهم هنا. بينزل من الاسانسير وبيوقفوا المهمه. شالي بيقول لهم حرام 8 سنين وانا متحمل النار اللي قايده في قلبي، 8 سنين وانا مستني الفرصه دي، 8 سنين وانا زي الدياب مفتح عينه ومغمض عين مش قادر انام من كتر التفكير والتخطيط لليوم ده. وفعلا خطتنا كانت ماشيه والمفروض هنسمع نتيجه خسارتنا وهنمشي كمان بعد 10 دقائق. فعلا هنمشي ولكن هنمشي ايدينا فاضيه. مهني بتخبط عليهم بيفتح الباب بتلاقي معاه الشباب في الاوضه. بتقول له يلا علشان نسمع النتيجه. وفعلا كلهم بيخرجوا بره وكلهم بيكونوا عارفين النتيجه وبيكونوا في منتهى الحزن. المعلق بيقول لهم واخيرا انا ماسك النتيجه في ايدي، واللي كسبوا اتاهلوا هم 8 فرقه من اصل 16 فرقه، وطبعا الخسرانين هيرجعوا بلادهم حالا. اول فريق كسبان معانا هو اسبانيا، الثاني هو البرازيل، والثالث هو ايطاليا. جروفال بيقول لتشالي وداع يا حبي. المعلق بيقول واخر فريق معانا هو تشالي ومهني بيكون عندهم امل، ولكن بيقولوا الفريق اللي كسب فريق كوريا. امل ماتت يا صديقي. وتشالي وباقي زمايله بيكونوا في منتهى الحزن وهم ماشيين. رئيسة الحكام بتقول للمعلق هات المايك ثواني. لوزا بتقول لتشارلي استنى ثواني. وفعلا بيستنوا. والرئيسه بتقول احنا النهارده شفنا حاله ما شفناهاش من يوم ما بدات المسابقه، الشجاعه والروح الرياضيه والتضحيه شفناها في فريق الهند. ضحوا بعرضهم علشان ينقذوا واحد من فريق المنافس، ولذلك احنا لازم نديهم فرصه. لاول مره في تاريخ المسابقه فريق اضافي يصعد لنهائي المسابقه وهو فريق الهند. جروفر بينصدم وتشالي وزمايله والجمهور بيكونوا في منتهى السعاده. الجمهور بيهتف باسم فريق الهند. وتاني يوم الصبح ناندو بيصحى بيبص في الجرنان بيلاقي صورهم في الجرنان والاعلام بيكلم عليهم. بيفتحوا قنوات التلفزيون بيلاقوا الكل بيتكلم عنهم. بيخرجوا بره بيلاقوا الاعلام والجمهور مستنيهم بره. هارولد بيجي جري على تشارلي بيدي له ورده وبيدي له بوسه والكل بيكون في حاله رومانسيه. بيخرجوا بره الفندق خالص بيلاقوا جمهور الهند مستنيهم. بيستخبوا فاكرين انهم هيضربوهم زي كل مره، ولكن بيستقبلوهم احسن استقبال وبيفضلوا يتصوروا معاهم. الناس بره بتاخد امضتهم. وطبعا ناندو جاهل ما بيعرفش يكتب فبيديهم بصمته. ايه حد عايز تاني؟ بيخلصوه. وبالليل جاك بيقول لتشالي بقول لك ايه انا وناندو خدنا قرار نقول كل حاجه لمهني. بيقول له تتجنن يا هبله ممكن تبلغ عننا الشرطه. بيقول له لا ما احنا هنحكي لها القصه بالكامل. بيقول له هتقول لها ايه؟ ان احنا عصابه جينا نسرق خزنه وجبناكي هنا وكنا بنضحك عليكي، ارجوكي ما تبلغيش عننا الشرطه. كلهم بيرفعوا ايديهم فبيعرف ان مهني وراه. بيكون في منتهى الصدمه. بتقول له مشكلتك ما بتبصش حواليك قبل ما تتكلم وبتسيبه وتمشي. بيقول لها استني على الاقل اعرفي احنا بنعمل كل ده ليه. وفعلا بيحكي لها قصه جروفر مع ابوه بالكامل. بتقول له ما حطيتش في دماغك ان ممكن خطتك تفشل وتحصل باباك على السجن. بيقول لهم كلهم ابويا مش في السجن. بينصدموا. وتامي بيقول لهم امال ابوك فين؟ بيقول لهم بعد ما ابويا اتقبض عليه جروفر اشترى محامي محترف جدا خفى كل الادله واثبت سرقه المسات على ابويا. بيقولوا ان الانسان يقدر يعيش من غير اكل 4 ايام ومن غير ميه 4 ايام ومن غير اكسجين 4 دقائق، ولكن من غير امل ما يقدرش يتحمل 4 ثواني. ولكن ابويا كان قوي واستحمل حوالي 24 ساعه وفي اليوم التاني ما قدرش يكمل ولقوه ميت في السجن. تامي بياخده بالحضن وبيقول له ليه ما قلتليش من الاول؟ بيقول له كنت خايف تضعف وما تقدرش تخش معايا المهمه دي. بيقول له انا هقتل الكلب اللي اسمه جروفر ده. جاك بيقول لهم لا انا اللي هقتله بايدي. تشالي بيقول لهم مش هينفع، مش هيبقى خدنا بطرنا لو قتلناه، لازم يتعذب زي ما عذب ابويا واكتر كمان. هنا في دبي القانون جاد جدا، بيقطعوا ايد اللي بيسرق. فتخيلوا لما يقبضوا على واحد سارق مسات بمليارات الدولارات. هو ده العدل مش موت العدل، احنا لو قتلناه يبقى بنرحمه. بيقول له هو ده الكلام. بيقول لهم انا ما عملتش عزل ابويا علشان لسه ما جبتش حقه ومش هرجع وهنفذ خطتي ان شاء الله اكون لوحدي. تامي بيقول له انت اتجننت ازاي نسيبك وانت اللي جمعتنا مع بعض تاني. ناندو بيقول له انا معاك حتى لو على موت يا اسطى. روهان بيروح معاهم. ومهني بتقول لهم طيب انا ماليش لازمه معاكم ولا ايه؟ بتروح معاهم وبياخدوا بعضهم بالحضن. تاني يوم الصبح جروفر بيكون راجع من السفر ومعاه المساء، واليوم ده بيكون يوم نهائي المسابقه. وقبل ما تبدا المسابقه بيبداوا مهمتهم بيجهزوا العده. روهان بيكلم مهني وبيقول لها يلا عشان تجرجري فيجي على اسانسير. بتقفل معاه
فعلا بتروح لفيكي بتقوله فيكي ممكن اقول لك كلمتين في اوضتك؟ فعلا بتجرجره على الاسانسير، بيكون جاك وناندو مستنيينه، بيديله الحقنه، بيريحوه مكانه. شالي بيقول لهم خدوا بصمه فيكي ووصلوه على اوضته وسيبوه نايم هنا، وخلي ناندو يلبس لبسه ويتحرك. فعلا بياخدوا بصمته، وتشالي وتامي بيفتحوا فتحه التكييف بينزلوا فيها. في الوقت ده ناندو بيتحرك ناحيه الخزنه، بيلاقي جارد روبوت بيخرجوا له من الحيط. بيرجع جري على جاك بيقول له الحقنا يا اسطى، في رجاله بتخرج لي من الحيط. شالي بيقول له اسمع علا، دور في جيبك هتلاقي ازازه اشربها. بيدور بيلاقي ازازه بنزين بيشربها، او بيروح جري على هنا. جاك بيخرج بره او بينزل تحت في المجاري. في الوقت ده ناندو بيكون وصل لباب اوضه الخزنه، بيركب بصمه فيكي في صبعه وفعلا بيفتحه وبيخش جوه. جاك بينزل المجاري وبيفتح المخطط اللي معاه علشان يعرف الماسوره اللي بتسحب الاكسجين من الخزنه. في الوقت ده تشالي بيقول لتامي يلا مستعد علشان هننزل تحت 150 متر. بيقول له احمد انزل انت الاول. بيقول له بص، وبيزيحوا لتحت. بينزلوا هما الاثنين وبيكونوا مستنيين ناندو يفتح لهم. ناندو بيعد بلاطه اثنين وبيروح على الثالثه يفك اول مسمار والثاني اللي تحت، ولكن ما بيطولش اللي فوق. بيقلع الجاكيت والقميص ولهم بيكون شايف كل حاجه من الكاميرا. بيقلع البنطلون برضه ما بيطولش، فبيقلع كل هدومه اللي تحت. وفعلا بيطول، بيفك المسمارين وبيدخل تامي وتشالي. تامي بيقول له ايه ده انت ليه عريان كده؟ تشالي بيقول له خد يا ابن استر نفسك. بيلبس هدومه وبيخرج زي ما دخل. تشالي بيقول له هنعطل الليزر. وفعلا بيعطل الليزر، وتشالي بيقول لهم قدامنا خمس دقايق كلكم اظبطوا ساعتكم. جاك غير انبوبه الاكسجين بانبوبه الميه. وفعلا جاك بيغير الانابيب، وتامي بيبدا مهمته الخطيره. بيحط السماعه وبيركز في المفاتيح اكتر من اللازم. بتعدي دقيقه وبيكون خلاص هيخلص، ولكن من كتر التوتر بيخش في الحاله اللي بيخش فيها. بياخد دقيقه وبيفوق. بيقول له فاضل كام دقيقه؟ بيقول له ثلاثه. بيقول له ما تقلقش. بيقوم من غير سماعه بيركز وبيفتح اول اثنين واخر واحده بيركز فيها، وفعلا بيفتحها. بياخد تشالي بالحضن وكلهم بيكونوا في منتهى السعاده. تشالي بيفتح الخزنه وبمجرد ما بيخشوا جوه بينصدموا. هما بيلاقوا المسات فعل بقزاز وعليها باسورد لازم يتحط علشان تفتح معاهم. كلهم بيكونوا في منتهى الصدمه. وناندو بيقول له يا اسطى كسر الازاز ده وخد المسات خلينا نخلص. بيقول له اخرس خالص، ده احنا لو حطينا الباسورد غلط الانذار هيضرب. بيفكر وبيقول مستحيل، ازاي ما عملناش حساب الخطوه دي؟ جاك بيقول له انا فاكر ابوك هو اللي صنع الخزنه الصغيره دي. بيقول له انا عارف، وكان عامل باسورد بكلمه شهيره دايما بيحب يقولها. بيركز، ولكن روهان بيقول له يا اسطى فاضل 50 ثانيه لازم تخرجوا الا الباب هيقفل عليكم. تامي بيقول له يلا بينا هنموت يا اسطى. كلهم بيقولوا له ارجوك اخرج، ولكن ما بيخرجش وبيفضل مكمل في التفكير. بيفكر في الوقت ده بيفتكر اكتر شخص كان بيحبه ابوه وهو تشالي. بيكتب تشالي وفعلا الخزنه بتفتح معاه، وكلهم بيكونوا في منتهى الانترافانتاس. في الوقت ده فيجي بيفوق، روهان بيبلغ تشالي بيقول له بسرعه نفذ خطه بي. ناندو بيقول له انا همشي قدامك وانت بلغ مهني بالخطه. روهان بيقول لها احنا كدبنا عليكي. بتقول له ما انا عارفه. بيقول لها لا احنا كدبنا عليكي تاني امبارح، اللي انت سمعتيها امبارح دي خطه ايه؟ ولكن الخطه البديله بي. تشالي كان قال لهم امبارح خطه بي بعد ما نسرق المسات كلنا هنهرب في المركب دي لو حصل اي خلل في المهمه، ونهرب بالمسات على الهند. في الوقت ده تشالي بياخد المسات وبيكون خلاص ماشي، ولكن الباب بيقفل عليهم. وتامي بيقول له احنا خلاص هنموت. بيقول له ده خالص وتنفس. جاك غير انابيب الاكسجين بالميه، هنخرج عم من هنا. وفعلا الميه بتزيد في الخزنه وبتفضل تطلع بيهم لفوق. تشالي بيحط قنابل صغيره وبينزلوا لتحت وبيفجروا الباب. وفعلا هما الاثنين بيخرجوا، وتشالي بيقول لجاك رجع الانابيب زي ما كانت. في الوقت ده فيجي بيروح لابوه وبيقولوا في حاجه غلط بتحصل في الخزنه. بيروحوا جري على الخزنه ومعاهم اصحاب المساء. بيفتحوا الخزنه ما بيلاقوش المساء. صاحب المساء بيقولوا نهارك اسود فين المساء؟ بيقولوا مستحيل على ما اعتقد في حد سرقهم. بيقولوا يبقى انت وابنك، لان ما حدش يقدر يخش هنا الا انتوا الاثنين. بيبص يمين وشمال بيلاقي مسمار واقع من المربع. بيقول لهم ايه ده؟ المساعد بتاعه بيقول له يا فندم دي فتحه تهويه ومقفوله من زمان قوي. بيقولوا وديني على الاوضه بتاعتها. في الوقت ده تشالي بيكون وصل المركب وروهان بيجي جري وراهم. تشالي بيقول له فين موهني؟ بيقول له احنا وجايين كانوا الجمهور مستنينا. قلت الموهني يلا بينا، قالت لي مستحيل ازعل الناس دي كلها علشان اراضيكم، انا هفضل هنا وهرقص لوحدي علشان خاطر الناس اللي مستنيانا دي. روهان بيقول لهم انا جيت ابلغكم ولكن هرجع لموهني تاني. تامي بيقول له استنى هتاخدني معاه. جاك بيقول له انت اتجننت؟ طبعا مش هينفع، لو رحت هناك هيتقبض عليك. بيقول له انا مستحيل اغزل الناس اللي مستنيانا دي. بيضربه وتشالي ما بيكونش عارف يتصرف ازاي. في الوقت ده جروفر بيكون وصل الاوضه، ولكن بيلاقي حيطه سد، لان تشالي قبل ما ينزل على الخزنه قال له روهان سد الفتحه دي بطوب وهمي. في الوقت ده المعلق بيقول له اخيرا جه دور عرض الفريق الهندي. موهني بتخرج لوحدها وتشالي وباقي الرجاله بيسمعوا وهم ماشيين. موهني بترقص لوحدها وبتكون في منتهى الحزن. جروفر بيقول لهم دي البت بس، فين الشباب الهنديين؟ ولكن مره واحده بيظهر تامي وجاك، وناندو المتحرش بيخرج من تحت الارض. روهان بيخرج معاهم وبيولعوها راس صديقي. بيعملوا عرض جبار، الجمهور بيسقف لهم، ولكن بيقولوا لهم عايزين تشالي، عايزين تشالي او مختار كوكلي، لازم واحد فيهم يحضر على المسرح. موهني بتبص لتامي ومعنى نظرته بيقول لها ما رضاش يجي، ولكن مره واحده بيظهر الولد الفتاح يا ابن السباك تشالي. بيخرج للجمهور وزمايله اللي بيكونوا في منتهى السعاده. جروفر بيكون شاكك ان هم اللي سرقوا المسار، ولكن الفريق كله موجود
ومش سايبين وراهم اي اثبات. الفريق بيقدم عرض جبار، ما تقولش وائل واحمد ومختار، والجمهور بيكونوا في منتهى السعاده وانهيار. الشرطه بتحضر في المكان وبياخدوا تشارانجو روفر وابنه. في الوقت ده المعلق بيقول الفريق اللي كسب مسابقه دبليو دي سي فريق الهند الجبار. مهني بتشيل الكاس وتشالي وباقي الفريق بيكونوا في منتهى السعاده. اللجنه اللي حكمت لهم في الهند بيكونوا متابعين واهليهم ما بيكونوش مصدقين. وانا كمختار هطلع هجرة على الصين علشان ابطل الخص للهنديين الكذابين. شالي بيخرج بالكاس وجروفر وابنه بيكون واخدهم البوليس. شالي بيمسكه من كتفه وبيقول له انت كنت مراهن على خسارتنا صح؟ جروفر بينصدم وبيتاكد ان هم اللي سرقوا المساب. بيقول له انت مين؟ بيقول له ابن مونهار. بينصدم اكتر، ابنه بيقول له مين مونهار؟ شالي بيقول له دي قصه طويله هيبقى احكيها لك ابوك في السجن، خد خلي الموز ده معاك علشان مش هتستحمل كتير. الشرطه بتاخده. وتاني يوم تشالي بيكون واخد الكاسات والمساد في كوبايه ورايح على المطار. بيخش على جهاز التفتيش بيركن الكوبايه ولكن الامن بياخدها منه وبيرميها في الزباله. كلهم بينصدموا وبيركبوا الطياره. مهني بتقول لهم طب وانتوا زعلانين ليه؟ احنا خدنا شيك بمليون دولار. تامي بيقول لها الماس ده بحوالي 10 مليار دولار، هنعمل ايه بالمليون بتاعك ده؟ تشالي بيقول له هنعمل بيه خزنه قويه جدا حتى احنا مش هنعرف نخترقها علشان نحط فيها المسات اللي في الكاس دي، مش هينفع نسيب المسات الاصليين كده في الكاس. بيفرحوا قوي وبيرجعوا الهند وكل واحد نفسه بحاجه بيحققها. وتشالي بيخطب مهني رسميا وكلهم بيعيشوا حياه سعيده. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى اكون كفيت ووفيت والفيديو عجبك يا صديقي. لو كملت لحد هنا وكنت مستمتع بالفيلم ما تبخلش على زمايلك بالمتعه دي وابعت لهم رابط الفيلم هيشكروك. ولو شتموك استحملهم علشان خاطر يا صديقي. ما تنساش برضه تحط لايك للفيديو لو عجبك، ولو مش مشترك اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد. وخش خد لفه في القناه عندي، اقسم لك هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.